شو قلت لي؟ مثل ما سمعت انت واحد قريب لي. يا خالد ترباية اخلصي بلا اخلصي كريمة ما بتقصد مو هيك كريمة برد عمي بدي ما يملي انا اللي ما عاد بدي اياكي روحي وانتي شان الله يا اخي لا امشي معي يا اخي امشي امشي كرمال الله امشي امشي يا بعد 300 حلمة ان شاء الله امشي شو صار امشي يا بعد 300 حلمة واجا خالد وقبل ما يروح من هون تخانق هو وكريمة خناقة طويلة عريضة إما هنن كل يوم بيتخانقوا وين جديد بالقصة؟ لك هالمرة غير كل مرة وصلت بيناتهم للشيطان الرجيم ولولا ستر الله لكان طلقها وضرب كف قدام كل الموجودين وفوق كل هاد كان بده يرمي عليها يمين الطلاق لكان يا بعدي مو شايف حدا فيكن بنوب بنوب لا تزعل مني ابن عمي لا تزعل مني أنا بدي أحكي كلمة الحق ولو على قطع رقبتي ولو شايفكن أو عامل لك حساب لإلك أو لعمي ما كان شرشحة ولا كان بهدلة يا حرام يا كريمة يا حرام فوق السل والإهانة والشرشحة لا وبيضربها وبيرفع إيده عليها وما حدا ما حدا طيب خاطرة بكلمة واحدة أخطيتك يا كريمة الله يخزيك يا شيطان بسيطة ابن عمي ساعد شيطان ومرقت هي كريمة عصبية شوية بس والله قلبها طيب بكرة بتروق وبتندم خلاص انت لا تاكلي هم انا بكرة باخد كريمة على بيت عمي وخليها الطيب خاطره ان شاء الله يا رب ان شاء الله اخي انا بدي اخد كريمة ووصلها على بيت عمي لا اخي لا كريمة ما بتتحرك من هذا البيت لحتى هذا ابن عمك المنظوم يعرف قيمتها وقيمتنا لك يا اخي هيك ما بيصير ما بدنا اياها تضل حردانة اذا ابوك اجا وسمع بالقصة بدها تصير مصيبة رح تصير مصيبة وتصير ميت مصيبة كريمة ما بتتحرك من هذا البيت ليجي هذا المنظوم براسه يبوس راسه ويعتذر منا بنات الناس ولعبة قال ياخذها العمى انا بورجي له الواطي يا اخي ما حلوة البهدلة بالحارة نحن اولاد عم اخي انت اطلع منا ولا تتدخل ليكو اجى لحاله بدون ما اروح لعنده السلام عليكم شلونك كريم شلونك ياسر اهلين بخالد والله انك ابن حلال هلا كنا بسيرتك عرفتوا شو ساوت المنظومه اخذكم وزيدك ولا كريم وخليني محترمك نحن اولاد عم وما بدنا نفتح الدمان الحاره لو انك ابن عمي ومحترمني ما تضرب مرتك قد تعمل خلايق خلصت كريم بدي اعطي تقوم منا ربيني بالاولى خليني ربعي وخذ من عنا تعال اطلع بالصوت فيني هي بس انت حكيتها انت حكيتها شو ما كان حرمه ما بتنطلق لو انك انت خلصت لو عمي كان هون ما كان صار شيء من هاد بس شو بده يحكي الواحد ليحكي انا اجيت لعندكم لحتى اقول لكم تلحقوا تعملوا شيء قبل ما يجي ابي ويشوف خالد بس أنا الحق علي خايفة عبيتها لكريمة ما ينخرب روقي حبيبتي روقي ولا تزعلي أنا بعرفك منيح وبعرف نواياك لا تردي على حدا طول بالك عمي أخي كريم ما كان بيقصد لك ما كان بيقصد وعمل فيه هذا الشيء اللي كنت خايفة منه هاد صوت أبي طول بالك يا سلفي نحن أهل من بعد إذنك يا ولا حدا يتدخل بس يا كريم يا ببوس إيدك لحدا يتدخل تعي تعي امشي يا عمي خلصت لي عندها لكون بدك تضربني وتقلعني انا كمان لا اعوذ بالله انت كبير لا تاج راسنا بس اللي عمله ابنك ما فات بحال ابنه ما بصير يضربها لك هي اللي بده يضربها هي بتكون بنت عمه ومرته وهي غلطت معه وهو ضربها ومع انه الحق معه انه يضربها انا بهدلته امبارح وقلت له يروح يرجعها على بيتها وانت بتقوم تعمل معاه هيك بدي اعمل معه هيك واللي بده يمد ايده على اختي بدي اكسر له اياها شو وينه ياسر مو مبين يا مو الله يرضى عليك هاتي الثانية من ايدك وروحي نادي لأخوك يجي يفطر معنا يا الله يا مو يعني هلأ هو بده عزيمة مثلاً هلأ بيجي ياسير قوم يا ابني فيه صح صيح ابنك ما رجع لبعد نص الليل ابنك كتراني سهراته هالأيام شبنا أبو ياسر ابنك صار شب ولسه بدك تخاف عليه صباح الخير ولهلأ قامتي عليك يا ابني شبه رجلك لخير شبك
والله يا ابي وقعت امبارح انا وراجع من السهره. شلون وين؟ لك شلون ما بتخبرنا؟ فهمني. والله يا ابي تفشكلت بحجر انا وراجع وقعت. تعال اخي تعال. على امتي عليك ان شاء الله على هالشوفه. كان المفروض فينا. شو بيعرفني يا ابي هيك صار والله. يا على امتي عليك على هالشوفه. شو ها شو ها اخي رايح اجيب لك كاسه شاي. لك وين رايحه؟ تعالي انا بروح. لا جحك عم تمشي مثل الحصان. عمل فينا مقلب ولا؟ مرقت عليكم والله ما مرقت عليكم. بدك تضرب انت وهيك مزح. والله كان قلبي حاسني انك عم تقارشنا مقارشه. لك صرت قد الشنتير ولسه عم تعمل حركات قرعني عندي. شو بقى ابو ياسين؟ ليش عم تضربه للصبي؟ ما بكفينا اللي فينا يعني؟ اتركه بحاله. بعدين يا ابي والله العظيم عم نمزح. شو بنا؟ تضرب انت وهالمزح الثقيل ان شاء الله. لك الله يخلي لي اياك يا امو. بالله اماني اماني مو مهضوم؟ والله مهضوم. تقفرني على بوسك. لا حول ولا قوة الا بالله. عفيفة وين كاسة الشاي تبعي؟ اي ما حزرت. روح لحالك جيب شاي. هي جكارة فيك. سخيلك شوي يا امو. والله مو مصدقة بتوصل على البيت. اسمعوا على هالحكي. تقولوا انا بدي اتجوز مو هالبنت؟ يا مو داخلي انا داخلي من نزلة السوق اليوم والتاني. ما بيصير يا امي. الله يرضى عليكي. بكره بس نفرد هالجهاز قدام بيت حماكي ما لازم يكون ناقصك ولا غرض. شو بدك الناس تاكل وشنا؟ طيب شو لسه ناقصنا؟ لسه هلا بدنا نروح نشتري قماش مشان تفصيله الصباحيه. يا إيه بس ام حسين الخياطه عم تشتغل لي لسه بفستان العرس. ليش شو ما في خياطه غير ام حسين؟ منلاقي خياطة تانية بتكمل لك باقي التفصيلات. طيب ماشي. السلام عليكم يا مو. أهلين يا مو. أهلين. الله يرضى عليك. ولك يا سير شو جابك لهون؟ ليش مالك بالدكانة مع أبوك؟ آخ يا مو والله أبي صار بالبيت من زمان. ليش صار بالبيت؟ شو أخذوا على بكيه؟ ما بعرف فجأة داخ وما عاد حملوه رجلي بتوصلتوا على البيت. ولي هلا قامتي إن شاء الله عليه. امشي يا مو امشي لنشوف أبوك. تعالوا تعالوا. عم بمزح معكم. وين رايحين؟ ولك يحموا قلبك مثل ما حميت لي قلبي على ابوك الهي. قولي على قامتك شو غليظ. لك شبكون شبكون يا مو. ابي ما في شيء وعين الله عليه مثل الحصان. بس انا اجيت اخذ صحن فول مدمس حاكم جعنا وحضرتكم ما اعطيتونا صفر طاس اليوم. يا يلا روح اتحرك خذ الفولات لابوك قوام قبل ما يموت من جوعه. بعدين بدكم تتعودوا هالكم يوم. شنو امي ما لا فاضيه تطبخ لك. ايوه كله مشان عرسك عفيفة خانو. يلا تحرك روح لعند ابوك خد له الفولات بسرعة. امرك يا مو امرك. يا مو والله هاد الولاد اخر شيء رح يجيب لنا اخرتنا انا وياكي. اسكتي انتي الثانية. والله اخوكي مهضوم يقبرني ريتو. يلا سكري على وشك خلينا نروح على البيت. حاضر. امشي يا مو امشي. ياسر حابب نشرب الشاي من تحت دياته بقول له لا يعني مثلا. وهي سويت لكم احلى كاسه شاي من بين ايدي. الله بيسلموا هالايدين. الله لا يوفقك على هالعمله. الله لا يوفقك. بدك تضرب على هالمزح ما اسالها. والله العظيم رعبتنا. لك شلون صفر وشها. العب خليتي. السلام عليكم عمي ابو ياسر. وعليكم السلام يا ميت اهلين بالحكيم. شرفوا تفضلوا. الله يخليك. بدنا نمشي بسرعه. لوين نمشي؟ بدنا نروح نشوف الحجه. حجه؟ اني حجه؟ بدنا نروح نشوف الحجه ام ياسر. شوف الحجه ام ياسر؟ شو الحجه ام ياسر فرجه؟ اعوذ بالله مو هيك القصد. بس ابنك الله يخلي لك يا ياسر مر لعندي وقال لي انك بدك ياني مشان نروح عند الحجه لانها تعبانه. لا ياسر مرني يا بي. لك انت بكذب على الحكيم وقايل له انه امك مريضه. يا ابي شفتك ضجران ومالي قلت لحالي بجيب لك الحكيم تتسلى معه. تسلاي؟ بس هالشي مو اسمه تسلاي لك عمي.
الله لا يوفقك، لا تاخذنا مشان الله حكيم، حقك علينا، ابني هيك بيحب يمزح يعني. بس هذا مو اسمه مزح عمي، تارك العالم بالخستخانه بدها تتعالج وجيت لعندكم ركيد. مشان الله لا تاخذنا، حقك على راسي من فوق. صار خير، خاطركم. السلام. الله معك، مع السلامه. السلام عليكم، الله معك حكيم، الله معك. يا زين لك بدك تضل مخجلني قدام العالم ولا؟ والله العظيم لك يا ابي، شفتك ضجران قلت لحالي بروح جيب لك الحكيم. لك عملتني قد الكمشه قدام الرجال. يا ابي هو كمان بضله ماسك السلم بالعرض وماشي، شو عليها اذا اجى تسلى له معك شوي؟ قرب تدخل اعراضتك، روني لعبي خليتي. امرك يا ابي. حقو عليك. صدقك من هون ورايح. يا مو عفيفة. حاضر يا مو. امسكي من ايدي، كملي هذا الشباك لروح ساوي انا الشباك الثاني. نعيون. هلا ما بسألك. يا مو عفيفة، الله يرضى عليك، اطلعي على الاسطوح شقي على الغسيلات. حاضر يا مو. عظيم يا ابي مسحه، بس سلعه مسحه ثقيله. ان شاء الله روح جيب لها الحكيمه بسرعه، لك البنت لا من تمها ولا من كمها. بنتي ليش ما عم تفتح عيونها؟ ليش ما عم تحكي شبها؟ ان شاء الله العمر لكم. لا ماتت العروس؟ لا لا تقول انه بنتي ماتت، لا تقول، لا تلهي درعك من ايدينا لخيلك. الواقعة كانت قوية وجسمها ما تحملت. لا يا ولا لا، مشان الله يا ابي، مشان الله قولوا انكم عم تعملوا مقلب، مشان الله حكي، مشان الله بوس ايدك، بوس ايدك، قول انه مسحه. راحت الغاليه يا ياسر، راحت الغاليه. يا عم انا لا عم جالك، لا تنسي العروسه، لا تنسي، راحت الغاليه بنتي، الله يرحمها يا رب. يا رضا لولادك يا ربي دخيلك ما فرعت فيها لسا. انا عدلت العروس يا الله، انا عدلت العروس. بنتي بنتي. بصراحة يا خالتي ام جبري، انا جيت لعندك من دون علم امي، بدون علم اي حدا، مع اني
ما بآمن بهي القصص كلياتها اللي انتو بتشتغلوا فيها ولا بصدقها. بس من بعد ما هربت اختي ما بعرف هيك شلون ما حدا خطر ببالي غير انتي. واختك ليش هربت يا فارس؟ يعني بصراحة والله ما بعرف شلون بدي اقول لك اياها. أبي شافها واقفين أحباب لساء مع الفران، بس يشهد ربي إنه هذا الفران حاكي فيها وطالب إيده على سنة الله ورسوله. وبتعرفي فورة الأب ولما فار أبي هددها إنه بده يذبحها قام هربت من البيت. وإنتوا عن جد كنتوا بدكم تذبحوها؟ أعوذ بالله، أكيد ما رح نذبحها، بس بتعرفي الواحد لما بده يفور بصير بيحكي شروي غروي. هلا انت جاي لعندي لحتى ادور لك على اختك ولا طمنك عليها؟ لا انا بدي اعرف الاثنين منك. اختك بمكان امن يا فارس، قاعده عند مرأة آدمية ودرويشة وبتحبها كثير، واختك شريفة وطاهرة وما في منها بالدنيا، بس هدول كم يوم ما فيها ترجع البيت لحتى تهدى أعصابكم ويهدى بالكم شوي. وبوعدك يومين ثلاثة وأنا بجيبها لعندكم سالمة غانمة. خاطرك. الله معك. برجع بلغ خالتي أم جبري، أنا بحياتي ما صدقت هذا اللي اسمه تبصير، بس ما بعرف هيك يعني اليوم بالذات صدقت كلام هيك وارتحت له كتير. فارس، أختك ستر وغطى عليك وأنت لازم تكون سندها وعزوتها. خليك رجال، كون قاسي بس كون حنون بنفس الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو فارس؟ طمني، لقيتها؟ عرفت عنها شيء؟ طمني بالك يا أمو، طمني بالك، أختي منيحة وبخير وقاعدة بمكان آمن، بس هي ما رضيت تجي، بدها تغيب هيك يومين ثلاثة من ولتات النفوس. أنت لا تاكلي هم شي بالمرة. فارس طلع فيني هون، أنا هذا الهدوء تبعك مو عاجبني منوب، ليه ما قلت لها شي؟ اصحكها، أختك ما غلطت والزلمة طالبها على سنة الله ورسوله. يا أمو قلت لك لا تاكلي هم، لك شو عم تحكي أنت؟ لك هي أختي، اختي من لحمي ودمي. بعدين غير هيك حملت حالي ورحت لعند ابي على الدكانه وما طلعت من عنده لحتى رضي عليها ووعدني انه ما يقرب منها ولا يحكي معها بالمره. طيبي قلبك ولا تخافي بالمره يا الله وكيلك مثل ما عمل لي. هذا الحكي اللي صار. سبحان من نزل السكينه والهدوء على قلبك يا ابني، يلي بيشوفك هلأ ما بيعرفك الصبح، جاناً وفاناً كأنه بدك ترتكب جريمة. الحمد لله، الله يهدي النفوس، الله يهدي النفوس يا ابني. والله يا أبو فارس أنا ماني مطمنة، ابنك فارس كتير مبرد قلبه، كل ما بسأله بيقول لي يلا أمي يومين وإن شاء الله بتجي. أنا كمان والله ماني مطمنة يا أم فارس، خايف يكون عامل فيها شيء عملي وعم يسكتنا بهالكلمتين. والله وانا خايفة، انا مثل حكايتك، بس شو بدنا نساوي؟ انا عم دور على حل ما عم لاقي، شو بدنا نعمل؟ ما لا غير تروحي لعند ام جبري، هي بتكشف المستور، بركي بتدلنا على قرنتها لسلمى وبنعرف شو صاير فيها. لا تقلي ام جبري،
حاجة بقى، هي وحدة غشاشة ومحتالة وكذابة. أنا سلمها أسرار بيتي وروح لعندها برجلي مشان تحط رقبتي بإيدها؟ مو فشرة عينها؟ قال أم جبري قال لك على الحكي. لك أنا ما بعرف ليش بتكرهيها كل الأدلة المخلوقة. المختار عم بيقول إنها مخلوقة سادة وكل عمرها ما كذبت على حدا، ويا ما ساعدت ناس وحلت لهم مشاكله. اصلا ما حدا مقوي لشوكتها لام جبري غير المختار. إيه انا ما عم بفهم شو هالسر اللي بيناتهم لسه بيدافع عنها وبيبعث لعالم مشان تستفيد منهم. يا ام فارس، البصاره ام جبري عامله معروف كثير كبير مع المختار، والمختار حاسس انه ممنون لها وما له عرفان شلون بده يرد المعروف، مشان هيك بيبعث لها ناس تستفيد منهم ويستفيدوا منها. سيدي انا ما بدي اكون من هدول العالم ولا خطي نحبتها. نوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله العظيم من هيك. خالتي هلا بدي أسألك سؤال، عن حق أنت بتعلمي بالغيب؟ لا حبيبتي، ما حدا بيعلم بالغيب غير رب العالمين. بس الناس احيانا بيكون صاير معهم مصيبه عم يدلهم على قلبهم ومو شايفين قدامهم. انا كل شيء بعمله اني بشيل هي الغباشه من على عيوني. خالتي انت والله كثير طيبه وحنونه وقلبك ابيض. يعني انا بستغرب ليش امي ما بتحبك ولا كانك اختها. كل شيء وقته حلو حبيبتي، كل شيء وقته حلو. ولسه لهلا ما عرفت شيء عن بنتكم سلمى يا ام فارس؟ بلا، ابني فارس طمنا عليها وقال لي انه هي قاعده عند حرمه مسوره شي يومين ثلاثه، بس لبين ما يهدى ابوها وان شاء الله بيجي ابن الفران وبيطلبها رسمي. اي الف الحمد لله. قلت لحالي يعني اذا ما بتعرفي وينها روحي لعند ام جبري تقولي مخاويه والعياذ بالله. اي ما بيخفى عليها شيء. لك تخيلي تخيلي هديك اليوم خاتمي الذهب كان ضايع عامله قتليها، هلا بدك حجه اكثر من هيك لحتى تصدقيها؟ حاجه بقى فوزيه، الله يوفقك. شو هالحكي؟ ام جبري اكبر كذابه وغشاشه، بس انا ما بعرف شلون بتصدقوها. تقولي عملت لكم عمل دوبها تاخذ مصاريكم وتبلصكم. اي يعني بس انا شفت هذا الشيء بعيني. شو بكي؟ عم اقول لك رجعت لي خاتمي الذهب الضايع. فوزيه اذا بدك تضلي بسيرتها الله يوفقك، احملي حالك وروحي، ماني قدراني اسمع لا باسمها ولا بسيرتها. خلصنا خلصنا ام فارس، سكرته لتمي. ايوه جبري وام جبري. شو ست فارس؟ هي اليوم الثالث واختك مو مبينه، قاعد انت ولا كانه همك شيء ومبرد لي قلبك وما بعرف شو سرحان. سبحان الذي خلقك، ولا كانه الغايبه اختك عرضك وجرفك، وانا نار شاعله فيني. لك والله انا رح اجن، ده جايب هالبرد الاعصاب. يا مو انا بعرف وين اختي. شو؟ تعرف وينها وساكت؟ ايه بعرف وينها، بس يعني بصراحة أنا كنت مالي حابب أقول لك مشان ما ياخذ على خاطرك مني، بس أنا رحت لعند خالتي أم جبري. شو؟ رحت لعند أم جبري؟ إيه الله لا يعطيك العافية. تعال هون، وين رايح؟ فهمني أختك وينها؟ يا مو سلمى هي بالأول راحت عند خالتي أم جبري وقعدت عندها، وقت أنا رحت لعند خالتي أم جبري وحكيت لها على اختي ما جابت لي سيره بالمره انه اختي عندها. يعني خالتي ام جبري ما عملت الا زينه العقل، وقتها لو جابت لي سيره كنت شخطتها بالنص. حاجه بقى حاجه، افهمي انه اختك هي وما في منها. لا
مشان هيك لازم تروحي لعندها انت الثانيه وتشكيها على موقفها معنا. عم تفهمي؟ لولاها يا خالو بنتك كانت ابصر وين هربت وكنت خسرتي الاثنين. مشان هيك يا خالو اتنازلي عن حقدك وكره قلبا. اتنازلي، كل اهل الحاره بيشهدوا بصدقها ومحبتهم لها. عم تفهمي؟ مجبري مالك هزامي ويا ما ساعدت ناس. فروحي الله يرضى عليكي واشكري على موقفها معنا. يلا. لا لا هيك كثير، كانه عملت لكم شي عمل لحتى تحبوها وتوقفوا ضدي. لك ما فشرت عينها انا توقف بيني وبين اولادي وتخرب علي حياتي؟ انا بدي اتصرف وهلا وفورا. لك شو هاد؟ يعني انت ما خطفتي البنت؟ لا يا سيدي لا، بنت اختي وحبت تجي تزور عندي كم يوم، بعدين ليه كسلت جوا؟ اذا بتحبوا بندهلها سألوها. ثاني مرة بتأكدي من معلوماتك قبل ما تتهمي الناس، فهمتي؟ لا تؤاخذني سيدي، انا مالي عرفانة انه بنتي اجت بإرادتها لهون. مالك عرفانة؟ اذا بتتهمي الناس بالباطل مرة ثانية راح احبسك الك، فهمتي؟ انتي ليش بتكرهيني كل هالقد؟ انا شو عملت معك؟ طول عمري بتحمل منك الذل والإهانة، وطول عمري ساكتة وحاطة على الجرح ملح. ما بكفي انك حرمتيني منك، حرمتيني من اختي، بكفي انك تركتيني لحالي كل هالعمر بعد ما مات ابي وقتلت امي. انت مالك اختي، انا بعمري ما حسيت انه انت اختي. صحيح لان التنتين قلنا نفس الاب، بس امك غير امي. امك خربت بيتنا، امك خربت بيوت العامره، وانت ما راح تطلعي انظم منها، غشاشه وكذابه ومحتاله. لك انا شو ذنبي؟ شو ذنبي بشي عملته أمي مو أنا؟ لك حرام عليك، حرام، أنا أختك. لك أنا عايشة كل عمري بكابوس، بحلم بحكي قالت لي يا أمك إنه كيف بدها تقصلي لساني إذا حكيت إني شفتها عم تقتل أمي، مع أنها ماتت وشبعت موت. وفوق كل هذا عم تعاديني؟ لك فضحتيني بالحارة وسكتت، آخر شي جايبتي للشرطة. لك حاجة بقى حاجة، قيمي هذا الظلم اللي عامي عيونك، قيمي. معقول يا خالتي؟ معقول تحملتي كل هالظلم والقهر والتعتير والإهانة وضليتي ساكتة؟ وأنا عم أقول لحالي شو هالخلاف بين الإخوات يلي ما عاد يخلص؟ أتاري إلك متحملة كل هاد ومظلومة وساكتة؟ شو يا عمو؟ ما بدك تتصالحي مع خالتي ونطوي هالصفحة بقى؟ خالتي يلي شالتني بعيونها وقت كنت ملهوفة وخايفة، ويلي تحملت ظلم منك ومن أمك ما بتتحمله الجبال، ويلي عاشت بالفقر وبالقلة وبالتعتير مشان ما تطالبك بحقها من ورثة أبوها مع إنه بيطلع لها. شو أمي؟ ما رح تغيري رأيك؟ إذا ما بتتصالحي أنت وخالتي أنا مالي راجعة معك على البيت، ورح ضل هون قاعدة معه وما رح أتركها تتحمل هالظلم هاد كله لحاله. سامحيني أختي. سامحتك توبريل، سامحتك يا نور عيوني، سامحتك. أهلين صهر، شرف شرف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين صهري. شرف صهري، شرف، عود.
تعمي زهيرة مو عندكم؟ لا والله مو عنا، من امبارح الظهر ما شفناها. خير ان شاء الله سهري. شو القصة صار؟ مرت عمي رجعت من الشغل على البيت ما لقيتها، سألت الأولاد قال ما حدا شافها. أيوة لك إيه بتكون عند شي حدا من الجيران أو نزلت على السوق. إيه أكيد عند حدا من الجيران، وطالت القعدة وما حسيت على حالة. هلأ ما بتلاقيها إلا راجعة على البيت. مرت عمي سألت كل الجيران اللي بتزورون ما حدا شافها من يومين. ولي على قلبي شو معناته هالحكي سهري؟ آه شو معناته؟ طولي بالك يا مو. مرت عمي يعني شو معناته؟ زهيرة مختفية وأنا ما بعرف وينها. امشي سهري امشي خلينا ندور عليها. امشي امشي. ولي على قامتي إن شاء الله. البنت صار لها يومين مختفية وما حدا خبرني. ولك ولي على قامتي. يا رب تخيلك. نعمة لك والله شغلة بتحط القعل بالكف. اي وين بدك تكون راحة؟ والله يمكن يكونوا خطفوها. لك مين بده يخطفها لك جابر؟ لك الحارة كلها مليانة عالم. احكي حكي تصدق يا زلمة. يعني او يمكن هي. يمكن شو جابر؟ هي شو؟ يمكن هي راحت برضاها. شو عم تقولوا لك واطي؟ ولك اختي ما بتعمل لعب فهمت؟ لك شبك؟ انه يمكن شبك راح تقتلني شبك؟ حتى يمكن اذا بتجي على راسك بكسر لك يا. ولك حاجتك بقى حاجتك. روح روح دور على اختك. جابر احكي وين اختي؟ لك كون عامل لك شي عامله فيها. انا؟ ايه انت لانه كلياتنا بنعرف شلون كنت تعاملها. خير شبك شبك جنيت؟ انت بتعرف انه ما بعامل اختك الا معامله منيحه. يا سيدي واضح كثير بالقتله اللي كانت تيجي لعنا فيها على البيت. لا تزودت كثير. امشي هلا معي على الكراكون. بدي اقول لهم انت عم تتهمني اني سبب اختفاء اختك. يا سيدي انت اللي جبتها وانا بدي اشتكي عليك لانه متاكد انه انت السبب باختفائها. لك ايدك وما بتعطي. راح جيب الاولاد وصلوا عند ستهم وبعدين روح لهنيك. عم بستناك. وين بدك تكون راحي؟ انا بورجيك. ولك اليوز باشي شو قال لك؟ قال لك انه غراضة وتيابة بعدهم موجودين مكانهم. يعني هي طلعت فجأة وكأنه صاير معها شيء. اخي ما في غير تفسير واحد، اختك راح تخطيفي. اذا بترجع بتجيب هالسيرة على لسانك قسما بالله بدفنك. عشتك بقى تطور وتارات عشتك. روح شوف وين اختك. ما تزعل يا حبيبي ما تزعل. ماما هلا ان شاء الله بعد شوي ما بنلاقيها الا جايه، بتاخذكم على البيت وتروحوا بتقعدوا باوضتكم. بتحكي لكم ماما حكايه جديده؟ يلا يلا. طمني يا جابر ان شاء الله لقيتوها. والله يا مرت عمي دورنا بكل مكان وسالنا كل الناس ما حدا شافها. عزمي مو انت السبب اختفائها؟ استغفر الله العلي العظيم. مرت عمي شوف ابنك فضحني قدام كل الناس. لسه مو ناس غير يتهمني انه انا قتلتها وخفيت جثتها. ولك كرمال الله لا تقول هيك. زهيرة عايشة وبدها ترجع لبيتها ولاولادها. قولي لابنك هذا الكلام. ولك رح تجنني لكان وينها؟ ولك انا ما عند ربك. بدها طولة بال القصة وهي الدرك عم يشوفوا شغلهم. يا ويل قلبي يا ويل قلبي اللي قاعد على نار وقلبه محروق كيف بده يصفوك. لك يا ناس ولك يا ناس بنتي اختفت وما عم بلاقيها. شو بدي اعمل؟ يا ربي دخيلك كيف بدي اصبر؟ دخيلكم قلبي مثل النار عليها يا رب. مرت عمي مو سيدك حاجز تبكي والله قطعتي قلبي. خلص زهيرة رح تلتقى. يلا يلا قوموا روحوا دوروا عليها. قوموا ولا ترجعوا ولا ترجعوا معكم. يلا تحركوا. يا يلا يا رب دخيلك تشفق على هالولاد. يا رب تشفق على قلب الام. يا رب دخيلك. آه يا بنتي هي صار لها 7 شهور مختفية وقلبي مو مطمئن، حاسة إنها بعدت عني كتير.
وهداك التاني جابر أخذ الأولاد وراحوا على حلب وحرمني شوفتهم. والله هيك فضي البيت علي. والله ما عم صدق عيوني لخان. الحمد لله السلامة. لك الله يسلمك. لك والله صرت شاب ومشورب وبطول. لك أطول مني لسه. لك أخوك وينه؟ والله يا خال ضل بحلب. إيه؟ تتذكر يا خال هذا البيت قديش لعبنا فيه؟ لك لكان أنا اللي بتذكر. ليش مين كان يلعبكم غيري؟ عود خالي عود عود مشتاق لك. خالي ستي وينه؟ ستك عطتك عمرة ماتت من حسرت عليكم على أمكم وما طولت بعد ما رحتوا. والله مستحيل أنساها لستي أم زهير. بتذكرها لك خا؟ يعني كان عمري 5-6 سنين يعني ماشي الحال. عمر ومرق. أبوكم وينه؟ والله يا خال أبي تجوز وصار عنده عيلة طويلة عريضة وجاب 3 أولاد تركته بحلب ونزلت زورك وزور بيتنا. تجوز لك خالي؟ الله يطول عمرك. فيك تاخذني على بيتنا؟ عبالي شوف وين كنت عايش. تكرم عيونك خالي. معك المفتاح؟ ايه اكيد خالي. ايه قوم لقلك قدامي. يلا فوت خال فوت. ايه هاي البيت مثل ما تركتوه انتو ما تغير في شي. والله عمر خالو انتو هون عشتوا وهون كبرتوا. شو خالي شوفي امي كانت واقفه هون طلبت من ابي فستان جديد وهلا ما في فبلشوا يتخانقوا ضربها على راسها بالعصاية. وقعت أمي بالأرض وأنا وقتها كنت عم شوف كل شيء. كنت بغرفتي عند الشباك جاب بطانية ولفها لأمي وشطف الدم من مكان الأرض. وأنا بوقتها كنت خايف كتير لدرجة إني نمت بأرضي للصبح. هو قتله مشان سبب تافه. الله أكبر. لك ليش ما حكيت هالحكي وقتها أبني؟ لك يا خالي بوقتها ما كنت وعيان كنت صغير بس لما فتت على البيت هلأ تذكرت كل شيء كأني كنت فائد للذاكرة. لك الله كبير. الله بده يكشفك. وقت رجع ابنك الصغير على البيت تذكر كل شي شافه. تذكر كيف شافك وانت عم تقتلها. سيدي انا اللي قتلتها. انت اللي قتلتها؟ ليش ما اعترفت بهذا الشي من الاول ولعك؟ سألت لحالي يا سيدنا انه بقتلها وخبيها بشي مكان بعيد ما حدا بيشوفها. زكي معناتها احساس اخوه زهير كان بمحله. مزبوط. لك الله لا يوفقك يا حقير. بتقتلها يا كلب لانه طلبت منك فستان ولك حيوان. سيدني يا سيدنا انا بقتلها على الفايده وطلعها ما كانت تحكي شيء ابدا. مره سيدنا كنت راجع على البيت طلبت مني فستان قلت لها ما في. علي صوتها علي وانا ما في حدا. سيدنا انا ما بقدر حدا يعلي صوته علي ابدا. عصبي انا كثير زلمه عصبي ما بشوف قدامي. كان في عصايه قدامي سيدنا مسكتها وخبطتها وماتت بس انا ما كان قصديني موتها سيدنا. عم تحتال اساس عم تدور عليها ما انا موجوده.
وعم تتهمها بشرفها يا كلبة. لك مو بس راح كسر ايديك، راح كسر رقبتك، وراح كسر راسك يا كلب يا نتن حطها.